السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين، عدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات هيتمان 3. نعم يا اصدقائي الاوفياء، اخيرا سنبداو سلسله هيتمان 3. انتظروا، نركز على الكاتسين لان هذه الكاتسين من بين الكاتسينز المهمه جدا. هيتمان 3 هي تتمه هيتمان 2، لان في هيتمان 2 لا زال هناك شخصان مهمان في البروفيدنس، لا زلنا لم نقم باغتيالهما نهائيا. بالنسبه لزعيم البروفيدنس، بعدما قمنا باختطافه، الشخص الذي اسمه ذا كونستانت استطاع الهروب، كيف فعلها لا اعلم. وفي هذه اللحظة ها نحن مع مستر غراي نتجول في صحراء. غراي يسوق تلك السيارة في الصحراء. هل نحن في السعودية؟ أعتقد ذلك. نعم يا رفاق، نحن الآن في السعودية، شاهدوا المملكة العربية السعودية. 11 كيلومتر، بقيت 11 كيلومتر وسندخل للسعودية، لكن لم ندخل للسعودية، بل نزلنا في منطقة أخرى خارج من السعودية. ممكن أننا في الإمارات. صديقتنا الهاكرز اكتشفت بعض من الأسرار وتمشينا على رجلينا وسط من الصحراء. رأيتم شيء خطير. ومن تلك الأنابيب؟ أنابيب الأويل، أنابيب النفط. واو، نفط السعودية من الإمارات. السعودية معروفة بالنفط، أتوقع أن ذلك النفط هو نفط السعودية. وبعدها قمنا بأخذ طائرة واتجهنا لمنطقة معينة. إلى أين سنتجه؟ لست متأكد. أنا متشوق لكي ألعب صراحة هذه الحلقات، ستكون من بين الحلقات الخطيرة والخرافية. هل ذلك البرج هو برج دبي العملاق؟ وبداية هيتمان 3 أخيرا. نزلنا يا رفاقي في الطائرة، وهل سننزل للبرج لكي نقوم بتدميرهم؟ هذا صراحة ما أعتقده. أتوقع نعم، The partners are down there. نعم، البارتنرز في الأسفل، الشركاء في الأسفل. شيء رائع، شيء رائع. أنا متشوق لكي أقوم بقتل البارتنرز وننهيهم نهائيا ونحذف ذاكرتهم. مشكلة، جاءت هليكوبتر، كدت أن تقتلنا تلك الهليكوبتر، لكن في الأخير انقلبنا، الحمد لله لم نموت. تلك الهليكوبتر خاصة بأليكسا كارلايز. فهمت، أليكسا كارلايز من بين الشخصيات التي علينا اغتيالها، كانت كذلك عضوة في البروفيدنس، من بين الأعضاء المهمة جدا. إذا تذكرتم في ذلك الالتقاء الهاتفي عبر الهرم، أليكسا هي تلك المرأة الكبيرة، هي هاتها، رأيتموها؟ لقد هربت، أخذت الهليكوبتر وهربت. هل عرفت بأن سيحدث شيء ما؟ لست متأكد. المهم، السيبتر، هذه هي أطول بناية في التاريخ، أطول بناية في التاريخ لحد الآن هي موجودة في دبي في الإمارات. لهذا السبب أتوقع أننا أخذنا الطائرة وذهبنا لدبي. هناك كذلك بناية كبيرة تبنى لحد الآن في السعودية، وتلك البناية أصدقائي لا زالت لم تنتهي بعد. لقد بنوها تقريبا، بنوا ما يقارب 30% فيها وأوقفوا البناء نهائيا. تلك البناية لو أتمموها كانت ستكون هي أكبر وأطول بناية في العالم. بيور البارتنرز أحسوا وعرفوا بأننا جايين عندهم، لهذا السبب أليكسا قررت الهروب. وبالنسبة لي العضو الآخر هو موجود داخل من تلك البناية، علينا قتله يا رفاق واغتياله. هات هي فرصتنا، هذا هو وقتنا، وهات هي مهمتنا. علينا قتل كارل إنغرام وماركس ستوفيشيما. بدون كذب أنا متحمس ومستعد. الهدف الأكبر هو كارل، لأن عضو في تلك المنظمة. هذه المهمة دخلت وراء من الكاميرا لكي أكتشفها، لأنني لا أريد أن أتأخر فيها كثيرا، أريد فعلها في أقل من نصف ساعة إذا استطعت. ونحن دخلنا لبرج دبي. انتظروا انتظروا، سأظهر لكم، لأن بما أنني بدأت المهمة لم أبدأها منذ البداية. لأن في البداية أصدقائي سترتدون هذه الملابس، سأرتديها وأظهرها لكم. هذه الملابس التي سترتدون وستدخلون من هنا، من هذا المكان. مع الأسف لقد بدأت من هذه المنطقة، لست متأكد لماذا. المهمة أوتوماتيكيا يجب بدؤها من الخارج، وبعدها ستتسللون داخل من أعلى بناية. عند التسلل ستبدأ كاتسين وسترتدون هذه الملابس، وحينها ففي إمكانكم الدخول والتجول عادي جدا في الخريطة. مع الأسف لم تظهر لي تلك الكاتسين أثناء إعادتي المهمة، وهذا أمر محزن. المهم، أول شيء سنفعله هو أن يجب علينا اكتشاف هذه الاستراتيجية بهذه الطريقة. هذا الشخص الأمير سيتحدث، هو فرح لأنه قام بافتتاح أكبر بناية وأطول بناية في التاريخ. المهم، سنأتي إلى هنا وسنكتشف في هذه الآن لكي تظهر لنا الخريطة. الخريطة سابقا فإنها لن تكون ظاهرة. نعم، نسيت، لم أخبركم بهذه الأمور. الخريطة ظاهرة في هذه الأثناء ببساطة لأنني فتحتها سابقا. لست متأكد كيف يا أصدقاء، هل تم فعل سيف جيم في الكلاود أم شيء من هذا القبيل. المهم، الخريطة لن تكون مفتوحة، يجب المجيء هنا لكي تستطيع فتحها. وبعد الشيء الذي علينا فعله فقط هو البحث والاكتشاف. وبعد الوصول لهذه المنطقة، هؤلاء الأشخاص لقد بدأوا في التحدث كما تلاحظون. ننتظر قليلا. ذلك الشخص يريد الالتقاء بعمر الغزالي، وها نحن حصلنا على الانتل. هذا الشخص سنستغله لكي نستطيع الالتقاء بالبوس. سنرتدي ملابسه وسنلتقي بالبوس وسنقوم باغتيال البوس بسهولة تامة. مشكلة هذا الشخص هو أنه
يجب أن يقوموا بتفتيشه لكي يستطيع الدخول. شاهدوا إذا حاولت المرور أنا كذلك. رأيتهم قالوا لي لا يجب عليك المرور لأن ليست لدي ورقة المرور عكس هذا الشخص. هذا الشخص لديه ورقة المرور. إذا استطعت قتله وارتداء ملابسه فإنني سأدخل بسهولة لمنطقة وسنقوم بقتل كارل إنجرم أخيرا. المهم سنركز الآن في قتل ماركوس ستيفيسنت. ستيفيسنت سيكون موجود في أحداث المناطق لكن علينا الصعود للفوق وسأخبركم الاستراتيجية التي اكتشفتها عند لعبياته المهمة وراء من الكاميرا. كنت أود صراحة قاتل أحد هؤلاء الإماراتيين وارتداء ملابسهم لكن من الصعب فعلها صراحة لأنهم لا يتحركون ولا يبقون كثيرا لوحدهم. المهم سنأتي إلى هنا يجب الذهاب لمنطقة رجال الشرطة لكي نستطيع فعل هذه الاستراتيجية. رجال الشرطة موجودون هنا على ما أعتقد. هاي العلامة لقد ظهرت. نعم هنا. اسمعوا ماذا سيقولون. رجال الشرطة أولئك يتحدثون عن شخص ما جاء لكي يكون حارسا شخصيا لماركوس ستيفيسنت. ما علينا فعله فقط هو الذهاب قتل ذلك الشخص تدميره ارتداء ملابسه وبعدها المجيء إلى هنا والتحدث مع ذلك الشرطي الأقرع. هو البوس. هو زعيم رجال السكيورتي هنا في هذا المكان وهذا ما سنفعله. I am trespassing في هذه اللحظة. هذا الشخص سيراني ومشكل ممكن أصلا أنه رأني. يجب الخروج بهذه الطريقة. لا أريد منه أن يأتي إلى هنا ويكتشف بأنني داخل. نعم ورجل الشرطة تحرك. سأنتظر حتى يتحرك من تلك المنطقة بعدها سأتسلل. رأيتموها وتحرك الآن. جيد نكتشف هل هناك أمور يمكن أخذها. لا يوجد. هذا الباب مقفول. واو لا يمكن نزول من تلك المنطقة. أمر خطير أمر خطير. هنا أستطيع فتح الباب والشاهد يرفق. في إمكاني قتل هذا مثلا هذا الشخص وارتداء ملابسه وسأستطيع التحرك بسهولة تامة لكنني أريد تحدي نفسي في هذه الأثناء. ورجل الشرطة لقد تحرك. أو لما لا نقتل رجل الشرطة هذا. ندمره نرتدي ملابسه وبهذه الطريقة فإنني سأنزل بسهولة تامة. مشكلته هل رأيتم طريقة تحركه غريبة جدا لأنه يأتي إلى هنا وبالقرب من هناك فتاة عاملة تشتغل. وهاي هذه الفتاة لقد جاءت شاهدتني. الآن سأخرج وسأتحرك عادي جدا. من الصعب فعل انفلتريشن لهذه المنطقة. فقط الكروز وهذا الشرطي هم الذين في إمكانهم تجول. أعتقد أنني سأغامر وسأصيب هذا الشرطي. سأصيبه الآن قبل أن يتحركوا. جيد 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 جيد. روعة. نأخذ هذا المسدس وبعدها سأجره. تخيل الشرطي لديه مسدس سايلانسر. كلب مغفل. وبهذه الطريقة فإننا سننزل عند الحارس الذي علينا تدميره بلا أي مشاكل. نرتدي ملابس هذا المغفل. روعة جدا. بما أنني ارتديت الملابس يجب علي تصفية ذلك الحارس الذي علينا انتحال شخصيته. إذا لم أصفيه ففي أي لحظة سيصعد وفي أي لحظة سيكتشف أمرنا. يجب تصفيته. الحارس الذي نتحدث عنه أعتقد هو هذا. نعم هو هذا. لكن العلامة موجودة هنا في هذه المنطقة. نعم لأن يجب علي إيجاد الفايلز. تذكر الآن يجب إيجاد الفايلز وتلك الفايلز موجودة هنا في أحد هذه المناطق. الفايل الذي سأخذه عبارة عن مستندات. ها هي المستندات. بعد سرقة تلك المستندات الآن سيعتقدون بأنني أنا هو ذلك الشرطي الذي يشتغل معهم وسيثقون فيه. رغم أن الأمر معقد بالفعل وأن في إمكانكم فعل مهمة بالكثير والكثير من الطرق لكن هذه هي أفضل طريقة. الشرطي الذي أخبرتكم عنه انتظروا سأظهره لكم لأن العلامة ظهرت في الفوق. وهنا نستنتج أن بدون إصابتكم لهذا الشرطي هو هذا يا صديقي. هذا هو الشرطي بالضبط الذي سيكون حارسا لماركوس. وهنا نستنتج إذا أصبتم أي شرطي وسرقتم ملابسه فإنهم لن يرسلوكم عند هذا الشخص لكي تقوموا بتدميره لأننا الآن أخذنا الفايز الخاص به. أخذنا أوراقه كأننا هو. وهي لكي نعود الآن عند الشباب في الفوق نعطيهم الأوراق سيعتقدون بأننا نحن هم الحارس الشخصي الخاص بذلك الشخص. وبهذه الطريقة في إمكاني أن قتل ماركوس ستيفيسنت بسهولة. لن تصدقوا السهولة التي سنقوم بقتل ماركوس بها. السلام عليكم يا صديقي كيف حالك؟ فهمت يا صديقي لا مشكل. لدي الفايلز أكيد. حسنا اتصل به فقط. والكلاين سيأتي. هذا الكلاين خطير جدا لديه نفوذ كبير في الدولة لهذا السبب علينا اغتياله. الآن ما علينا فعله فقط انتظاره. هناك سلاح سأخذ السلاح بما أنه يحتاج للحماية. أكيد يجب أن يكون لدي سلاح خاص بي. اتصلوا به وقالوا له بأن حارسك الجديد لقد جاء. هذا الحارس الجديد الذي امتحنا شخصيته كان يشتغل مع الرجل الهندي الذي قمنا باغتياله في الهند إذا تذكرتم باستعمال تلك التوربينة. ذلك الرجل كان لديه حارس شخصي. وهاو لقد جاء. سأعيد شرح القصة لكم لا تقلقوا. السلام عليكم يا صديقي كيف حالك؟ أنا هو حارسك الجديد. وطلب مني إعطاء المعلومات. خذ يا صديقي الأوراق. تفاجأ. عرف بأنني اشتغلت كحارس في مومباي في إيطاليا في فرنسا كثير من الدول يعني لدي الخبرة. أكيد يا صديقي هي لكي نشارك.
الآن سأتمشى معه عادي جدا وسنكتشف هل سيثق في أم لا. هناك هذا الحارس، هذا هو حارسه الشخصي، لكنه يريد حارسا أمهر، لهذا السبب طلب حارسا جديدا. سأعيد تتمة القصة لكم. نحن ننتحل شخصيات حارس كان حارسا شخصيا لذلك الشخص الذي قتلناه في التوربينات في مومباي. رغم كل هذا ذلك الحارس فإنه مشهور جدا وخطير في عمله، لهذا السبب هذا الشخص أراد دفع أموال طائلة من أجل الحصول على خدمات حارس مثل ذلك الشخص. والآن يحاول تحريك تلك لكنه لم يستطع. وفي هذه الأثناء أخرجني للبلكونة، لديه نفوذ كبير في هذه المنطقة، كأنه هو مالك هذا البرج. الآن يريد مني التسديد على التارجت. فهمت يا صديقي، ها هو حارس لقد بدأ في أخذ تلك الأمور. لكي يكتشف مهاراتي فيجب علي أن أكون ماهرا أولا في استعمال نايفز وهي السكاكين. يجب إصابة تلك العلامات باستعمال السكاكين. سأحاول. جيد، بومايا الأولى من السهل إصابتها صراحة يا أصدقاء، فقط عليكم فعل إيمين. وبهذه الطريقة أنا عند دمرنا. سأحاول عدم الفشل في أي واحدة. جميل 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 جميل، بقيت لدي 3 سكاكين وبقيت آخر واحدة الآن. انتظروا، سننتظر قليلا لأتسرع. جيد، ونحن أصبنا بنجاح. سيتفاجأ هذا الشخص. ما رأيك ها؟ بيرفكت يا حبيبي، ميشن ستوري كومبليتد، انهينا المهمة بنجاح، كسبنا ثقته بسهولة. في امكاني اصلا اخذ احد هاتي الكيتشن نايفز واصابته بها في الراس. الان تحدث مع ذلك الحارس العادي السيء، طلب مني الذهب. اكيد يا صديقي، ما رايك ها؟ امر رائع اليس كذلك؟ نعم. الان سيبدا في التحدث وسيقول لي بان يجب عليك البقاء بالقرب مني الى اخره. لن أهتم كثيرا، بل سنسدد أحد هذه النايفز في عنقه. الله يرحمك يا صديقي، نلتقي لاحقا، سيوليتر، نلتقي في الأرض. رأيتم جثة المسكين ذهبت إلى اللامكان. نعيد أخذ هذه الأوراق لأنها بطبيعة الحال جيدة. لماذا لن أخذ هذا؟ لن أستعمل ذلك النايف أصلا، لهذا السبب لن أهتم كثيرا. هناك استراتيجية أخرى يمكنكم فعلها إذا أردتم. انتظروا انتظروا، من هنا أتوقع من هنا في إمكان المرور من هذا المكان أو الصعود. نعم، هذه هي الاستراتيجية التي فعلتها أثناء اللعب وراء من الكاميرا، لكن إذا أردنا إنهاء المهمة في أقل من نصف ساعة لا يجب علي فعل هذه الأمور التي أنا في صدد إظهارها لكم. بعد الصعود هنا بالقرب من هذه الهليكوبتر رأيتم لدينا حارسان، وهذان الحارسان يا أصدقاء لديهما ملابس أخرى. إذا استطعتم سرقة تلك الملابس وارتداؤها فإنكم ستحركون في هذه المنطقة بلا أي مشاكل. سابقا عندما فعلت المهمة أول مرة لقد فعلت هذه الاستراتيجية، وكارل موجود في هذه البناية هنا، هو يقطن في أعلى منطقة من هذه البناية، كأنه هو من بناها. المهم سننزل الآن للأسفل لكي نلتقي بالشخص الآخر. خرجنا من هنا، يمكن الخروج من هذه الضفة عند الشخص الآخر مباشرة. أين هو؟ هو هذا، لازال يتجول. نقوم بأخذ ملابسه كالعادة. هذه الفتاة هي تقوم بفعل سيلفي. شيدوا، هناك كوينز، أكيد سنحتاج لهذه الكوينز إذا أردنا خدعه واستدراجه. ها هو جاي 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 للمنطقة، علي إصابته في هذه اللحظة. مشكلة هو أن تلك الفتاة لقد دارت استعملت سيلفي الخاص بها، وها هو المغفل تحرك. لا أريد إصابتها أمام أنظار تلك الفتاة لأنها ستذهب وستخبر رجال الشرطة. سنحاول اكتشاف استراتيجية أخرى. هذا الشخص تحدث مع رجل الشرطة وقال له هل في إمكانك ترك لكي أدخل لمنطقة معينة، لكن رجل الشرطة لم يسمح له، أخبرها بأن يبتعد. في هذه اللحظة سأستعمل استراتيجية الكوين، نرمي كوين هناك. سمعتها وسمعها كذلك ذلك الشخص. هو ذهب. تلك الفتاة ماذا ستفعل؟ أخذت هاتفها مرة أخرى. سأضطر لكي أصيب تلك الفتاة، لم أريد إصابتها لكن علي إصابتها يا أصدقاء. تعالي تعالي، طريقة إخفاء جثة سهلة جدا، سأخفيها هنا داخل من الأعشاب. أنا متأسف يا أنستي لكن علي فعل هذا الشيء لك لأنك أزعجتني وستكتشفين أمري ولا أريد أن يحدث هذا. ذلك المغفل أتوقع أنه سيأتي لأن الموسيقى لا زالت مشتغلة، ظهرت علامة استفهام فوق من وجهه. في أي لحظة سيأتي لكي يقوم بإيقاف الموسيقى وسأمسكه هو كذلك. سأنتظر حتى يوقف الموسيقى. جيد، أوقفها والآن سأمسكها لأنني لا أريد من الفتيات الأخريات أن تأتينا لهذه المنطقة لكي تقومنا بإخفاء الموسيقى. وبهذه الطريقة فإننا سنستطيع ارتداء ملابسي أخيرا. سأرمي جميع الأسلحة لأن رجال الشرطة لن يسمحوا لي لكي أمر ولدي هذا العدد الهائل جدا من الأسلحة. شاهدوا الآن، رأيتم؟ جيت فريسكت يا صديقي. حسنا هيا تعالوا ابحثوا، ليس لدي أي شيء. الآن سنكتشف سر هذا الشخص. أستطيع تحدث مع الأسيستنت
هي اللي كاينه تحدث معها وانا اكتشف سر هذا الشخص. قالت له مستر كازيم انا سعيده لانك غيرت رايك. إنغرام سيلتقي بي. واو سيلتقي بي في الكونفرنس روم، في غرفه الكونفرنس وغرفه الاجتماعات. اسبقيني، هل سيتركوني هؤلاء الحراس لكي امر؟ نعم تركوني. شيء رائع. اتساءل الان ماذا يريد مني بالضبط كارل إنغرام، انني لازلت اجهل الامر. برج الغزالي. العفو يا انستي، ها هي غرفه الاجتماعات هنا، ذا ميتين روم. واو بنايه صراحه رائعه جدا، منطقه خطيره. واين هو التارجت؟ ها هو في الفوق، هو جاي. اتصلوا به اخبروه بانني جاي. اخيرا دخل كارل إنغرام. بليجر تو ميت يو تو. ايوه اجلس يا إنغرام، اخيرا سندمرك. صديقك ذا كونستانت لقد هرب من عندما امسكنا. اوه ممكن ان ذلك الشخص هو قاتل ماجور. واو وكانت لديه علاقه به في مروكو في المغرب، لديه مهمتان من اجلي. قال لي اذا قمت بفعل المهمه الاولى فاننا سنتحدث عن المهمه الثانيه، لان المهمه الثانيه اعقد بكثير من الاولى. قال لا، لا يجب على اي احد ان يعرف بانني هنا في هذه البنايه، لانهم عرفوا بانهم تارجت. في اي لحظه سنقوم باغتيالهم. وهذا الشخص الذي يجب علينا اسكاته هو صحفي. قال لي بان علي اغتياله باي طريقه. هي اللي كان اخذ الصوره لانتل، هو هذا الشخص. او ذا ريبورتر، هذا الوجه لقد شاهدناه اذا تذكرتم، كان يتحدث مع الشرطي، طلب مني السماح بالخروج للبلكونه، لكن الشرطي قال لا لا لن استطيع. فهمت الان، لا تقلق يا صديقي، السرطان الحقيقي لازال لم يرسلنا بعد، لا طلب منا فقط تدمير هذا الصحفي، وبعدها سنقوم بتدمير السرطان الحقيقي. الصحفي عرفنا اين هو بالضبط، لهذا السبب ساسرع مهرولا نحو المنطقه. لم يستطع اسكاته بنفسه فطلب مني فعلها. المهم سناتي الى هنا لكي نكتشف هل قام هذا الشخص بانزال شيء ما ام لا. اني لاحظت انه انزل شيء ما. هناك كوينز، انزل كوينز وانزل هذا. اوه لديه سلاح كذلك. انزل البويزن السم وانزل الفولدين نايف. هذا الشخص هو مسلح. هذه الامور علي اخذها واحاملها يا رفاق. الان اتوقع انهم لن يبحثوا، لانهم بحثوا في البدايه، ساستطيع الدخول بلا اي مشاكل. السلاح الوحيد الذي علي رميه هو هذا، لانه يظهر في الظهر. عدا هذا باقي المسدسات وتلك الامور والسم لدي. شيء رائع، شيء رائع، حصلنا على سم مجاني، لانني تذكرت ان انزل شيء ما ولم اخذه. انزل سم، هذا الشخص خطير يستعمل السم في القتل. وها هو الصحفي، رايتموه؟ السلام عليكم يا صديقي، انت بخير؟ لدي معلومات جيده لك، حلوه ولذيذه، ستعجبك وستحصل على ارباح طائله. قال لي هل عرفت ما الذي يحدث في الفوق؟ قلت له نعم انا اعرف. فطلبت منه اللحاق بي. حسنا تعال هنا لهذه الحمامات. هو لقد جاء، سأدخله هنا لهذه الغرفة. يا تعال يا صديقي، الحق بي يا صديقي، لا تقلق، أريد فقط أن أتحدث معك. والآن هذا ما سيحدث لك، أسقط للأرض. نقوم بجره بهذه الطريقة. لا أريد قتله ولا أقتله نهائيا، بل سأتركه مغمى عليه. وهي اللي كان أخذ الآن صورة لها، لأن طلب منا أخذ صورة لها. المشكلة هو أنه مقلوب بطريقة غريبة، أريد منه أن ينقلب على وجهه. ينقلب على وجهك، جي جي جي. قلبت على وجهه، سنأخذ له صورة بهذه الطريقة لكي يظهر وجهه. الآن إنغرام سيثق في، أتمنى فقط ألا يكتشف أي أحد. أصلا إذا اكتشفوه سيعتقدون بأنه فقد الوعي، لن يشكوا في نهائيا. وبالسرعة يجب الاتجاه عند ذلك الشخص وإعطائه الصورة. لن يبحث في هذه اللحظة، رأيتم؟ شيء رائع، لن يبحث المغفل الأغبياء. بسرعة بسرعة بسرعة، لدينا الأسلحة، لدينا جميع الأمور التي سنحتاجها لكي نقوم بتدمير أخيرا كارل إنغرام. وصلنا عند الفتاة. لم أتحدث معك أيها الغبي، فقط أصمت. قال لي بأن تلك الأريا ريستريكتد. كيف حالك يا صديقتي؟ نعم لدي الصورة، هي لكي نقوم بإعطائها الصورة. هل ستحدث لنا نفس الجليتش؟ لأنه في بعض الأحيان ستحدث جليتش هنا. قالت لي بليز فولو مي. الآن سنكتشف. لقد تحركت. في بعض الأحيان يا أصدقاء ستحدث جليتش هنا، وهذه الفتاة لن تتحرك ولن تستطيع اللحاق بها. هذا الكلب الذي قال لي بان ريستريكتد اريا الان قال لي هيلو سير، منافق مغفل. اذا لم تتحرك الفتاه هناك طريقه لكي تقوم باصلاح تلك الجليتش، وهي الاسراع والمرور مباشره بعد اعطائها الصوره. فقط اسرعوا واتجهوا عند ذلك المغفل الغبي بسرعه كبيره، وهذا ما سافعله. ساتركها بالخلف مني، لا اهتم لها نهائيا. هؤلاء الحراس لن يهتمون لكم، سيتركونكم لكي تدخلوا هذه المنطقة على أنكم هذا الشخص، وبعدها يجب المرور من هنا. نعم على ما أعتقد، وبعدها المرور من هنا والاتجاه مباشرة عند ذلك الشخص.
والتحدث معه لن تحتاج نهائيا لتلك الاسيستنت. رأيتم الجلاتش يا شيخ؟ لحظة، على الأقل قد جاءت معي والآن نتحدث مع كارل عادي جدا. قلنا لها بأن مشكلتك لقد تم حلها إلى آخره، والآن سنبدأ البيزنس الحقيقي. المهم سيدخل هنا وهذا الشخص سيتحرك. رأيتم الآن في إمكانكم فعل هذه الاستراتيجية ووضع السم مباشرة بعد تحرك ذلك الشخص. لن يفهموا أي شيء الآن. ترك لكم فرصة خيالية جدا لكي تضعوا السم له، وهذا ما فعلته. بعد وضع السملة ما عليكم فعله فقط فعل استراتيجيات البليند إن هنا، كأنكم لم تفعلوا أي شيء. نشرب قليلا ذلك الواين، الواين الأحمر اللذيذ. الحارس جاء، حارس بنفسه لم يفهم أي شيء، والحراس وليس حارس واحد فقط. وها وأخيرا صديقنا سيأتي، يحب كثيرا ذلك النوع، لكن ذلك النوع وضعنا فيه سم، ثم سيقطع معك يا المغفل. جاء الشرطة لن يهتموا لكم شيئا. سقط للأرض المغفل الغبي، سقط للأرض. جاء الشرطة لن يهتموا لكم، لكن لا يجب عليكم تأخر كثيرا. اشربوا واهربوا كما قلت لكم يا رفاق، اشربوا واهربوا بهذه الطريقة قبل أن يكتشفوا أمركم. وبهذا سنكون قد انتهينا أقرب مخرج من هنا 67 متر، لأن باقي المخارج هي مقفولة. هناك مخرج كذلك في الفوق، يمكنكم أخذ الهليكوبتر، لكن يجب عليكم قتل أحد الحراس أو شيء من هذا القبيل لكي تستطيعوا الحصول على المفتاح، لن يكتشفون نهائيا. إذا أردتمونا ستجدون في الأسفل هناك تلك البالونات. واو، منظر رائع صراحة، البناية خرافية، لقد تقنوها. وهنا سنقول مبروك على إنهاء المهمة بنجاح. هل فعلتها في أقل من نصف ساعة؟ لا أعلم، لأنني تجولت ليس كثيرا لكنني تجولت شيئا ما. شاهدوا يا أصدقاء، شاهدوا يا أصدقاء، لم نكتشف الكثير من الأمور. واو، 4 نجمات فعلتها في خلال 33 دقيقة. توقعت بأنني سأحصل على نجمة فقط أو نجمتان لأنني لم أتجول كثيرا. رغم كل هذا ورغم أنني لم أكتشف الكثير من الأمور والكثير من الكلوز، حصلنا على 4 نجمات في هذه المهمة، شيء رائع وجميل. الرأس الثاني من البروفيدنس تم قتله. الرأس الأول هو الكونستنت، لقد هرب، بقيت لنا فقط الفتاة. أخبرنا غري بأننا استهنا بالكونستنت، هو شخص لا يجري فقط لكي يحصل على المال لكنه يريد النفوذ، يريد القوة. لهذا السبب لم يهتم نهائيا لأصدقائي لكي يموتوا، بل هو يهتم فقط من أجل نفسه. الرأس الأول قمنا بقتله، كارل إنغرامز، بقيت فقط تلك الفتاة التي هربت بالهليكوبتر. لن نضيع الوقت، سنقوم بأخذ طائرة الآن وسنتجه لكي نقوم بقتل أليكسيا كارلايز. وما هذا الاتصال الهاتفي؟ إنكريبتد، رقم غير معروف. أوه، ميس بيرنوود، واو، تحدث مع الكونستنت، قالت لك كيف وجدت رقمي؟ قال لها لدي أرقام الجميع. كالب، ممكن أن الكونستنت يستغلنا لكي نقوم بقتل كارل ونقوم بقتل تلك المرأة كذلك. ستندر ويز، واو، إتس فور ذا بيست. كالب استغلنا بطريقة ذكية لكي لا نكشف بأنه استغلنا. القصة عميقة جدا، أكثر مما كنا نتصور. وأولا سنكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.